استجمام، تقعد انت والعيلة، تبعد شوي عن جو الصاخب، جو الحفلات، جو السهرات، بتعرف فيها اجواء صاخبة وموسيقى وناس وعجقة وزحمة، فبيستغل الواحد الظرف شوي لهيك يروق، يقعد يعمل خلوة بينه وبين حاله وهو وعيلته. بعدين الطبيعة بتخلق لك نوع من الوحي، بتخلق لك نوع من بتعطيك أفكار، بتعطيك يعني بتطلع بتلاقي ما في حدود قدامك، بتطلع بتلاقي السلام، بتلاقي الصفا، بتلاقي ايه عندك بعد، عندك لا حدود، يعني ما في مدى. هو اللي بيعطوني وحي، بيعطوني وحي. منيحة هلا مقطع صغير من جنب حلاكي مثلا، اغنية جديدة نازلة وكليبا حلو، يعني حاطط مثل بصمة وعيتي علامة فارقة بين الكليبات العربية اللي نازلة. جنب حلاكي الليل والنجمات، وصرت القمر عكل البنات، انت الي وبتضلك الي، ومنكف العمر عطول الحياة. شوفي شوفي شو عملتي بالشباب، شوفي شوفي قلبن في كداب. انا راضي لك، انا راضي، انا راضي اتحمل العذاب. بدي اقول لكم رمضان كريم، ان شاء الله بيكون صوم مبارك، وان شاء الله العيد اللي جاي بيحمل بطياته السلام، وبيحمل طمانينه، وبيبعد عنا الحروب والمأساة والمآسي. على فكره بدي احذركم حذوره هلا بهالمناسبه، شو الاشجار اللي كنت عم تبرق هيك باللقطات اللي شفتوها انا وعم بحكي، حاولوا تركزوا تعرفوا بس شو هي نوعيه الاشجار اللي مرقت ضمن هاللقاء هذا. سلام ورمضان كريم. جو اشجار.